ومع هذه الأجواء الممطرة خلفنا ننتقل إلى باريس، أو يعني إحنا يبدو كأنه إحنا في باريس، حيث أصبح بإمكان أي باريسي تصميم وتصنيع أثاث منزله بنفسه. هذا الخيار أتاحته مشغل أو منجرة افتتحت في قلب العاصمة الفرنسية، وتتيح هذه المنجرة للراغبين فرصة استئجار المكان وأدواته لتصميم أثاثه بإشراف مختص في المجال. التفاصيل مع زميلنا ليث بزاري. المكان منجرة في العاصمة الفرنسية باريس. الزمان أي يوم يختاره الشخص لتصميم قطعة أثاث وفق رغبته. أصبح من الممكن اليوم استئجار مشغل أو منجرة لتصميم قطع أثاث منزلي دون الحاجة إلى شرائها من متجر ما، طريقة لاقت نجاحا في فرنسا خصوصا عند هواة تصميم شكل وحجم قطع أثاث منازلهم. فكرة تشجع على فتح مشاغل نجارة صغيرة في أحياء المدن الكبرى، وتشجع أيضا على القيام بأعمال يدوية. نقترح على زبائننا أحضار المواد الخام اللازمة لتطبيق فكرة ما كألواح الخشب مثلا. يقوم فانسون مدير المنجرة باستقبال الزبون وشرح طريقة عمل الماكينات التي يحتاج إليها لقص وحف الخشب الخام الذي يحضره الزبون معه. يوجهه وينصحه في التعامل مع المواد الخام مع الحرص على تطبيق فكرة الزبون المحفورة بمخيلته. يمكن للزبون أن يستأجر هذه المنجرة لساعة أو ساعتين، أو أن يشترك سنوياً، ما يتيح له فرصة تصميم أثاث منزله في أي وقت تماماً كما يشترك في نادي صحي. يبدأ الزبون بالعمل وتطبيق فكرته ودائماً تحت إشراف مدير المنجرة الذي يراقب بدقة ما يقوم الزبون بفعله، خصوصاً أن الآلات التي يستعملها الأخير قد تكون حادة. أعجبت بفكرة التفاعل بينما أرسم وما أصمم، إذ قررت إنجاز مقعد بمساعدة مدير المنجرة وحصلت على ما أردت. كنت في البداية خائفا من قضاء الكثير من الوقت هنا، لكن العمل كان سهلا وسريعا. فكرة اقتصادية توفر المال على الزبون، كما تفتح له آفاقا من الإبداع، أو بكل بساطة تطبيقا عمليا لفكرة رسمت على ورقة. ليث بزاري، العربية، باريس. وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من باريس الزميل ليث بزاري. صباح الخير يا ليث. طبعا يعني شكلك ربيعي صراحة، إحنا شكلنا اليوم جدا ماطر ومختلف. على فكرة باين كأنه هو اللي في دبي وإحنا اللي في باريس. من جد إحنا عتمة وهو صباح. يعني خلاص معلش تتغير الأجواء اليوم. مرة ارحمونا، مرة شوي شمس عنا الربيع، عشان هيك لبسنا ألوان. أنتوا دائما عندكم شمس، دائما بنحسدكم. صحيح. يلا خدها اليوم. يا ليث، يعني الواحد يعني بيشوف الفكرة حلوة بس التطبيق جدا صعب، فلأي درجة بيساعده في المحل؟ يعني الموضوع نجارة مش سهل يعني. نعم، أول شيء خلينا نحكي عن الفرنسيين، المجتمع الفرنسي. كثير الأطفال هون بالمدارس من صغرهم بتعلموا الإسعاف الأولي، طريقة إطفاء الحرائق، الحدادة والنجارة، هاي بتعلموها بدروس إضافية بعد الحصص الرسمية أو اللي بتكون مقررة في المنهج الفرنسي. هلأ أهم عناصر الفكرة هو فن التصميم وفن الديكور. أيوة. ليه بيقولوا إنه الهدف من هاي المنجرة مثل ما شفنا بالتقرير هو تسهيل الحياة، لأنه بتعرفوا عادة المنجرة بتكون بعيدة ومش بنص البلد، خصوصا في المدن الكبرى مثل باريس. نعم. فإنه بدهم يقربوا على الـ على الـ على الأشخاص اللي عايشين بالمدن هذه الفكرة، وتكون تحت متناول الجميع. جميل. هلا إلى جانب التصاميم المرسومة على ورق مثل ما شفنا في التقرير، يمكن للشخص يحضر معاه فلاش ميموري، يكون مثلا عاجبه تصميم معين شافه، بس بيقدر يجيب الفلاش ميموري ويشبكها رأسا بالآلة أو بالماكينة الموجودة. طبعا هاي التكنولوجيا كتير متقدمة وكتير رائعة. أيه. وبتسهل طبعا على الزبون إنه يكون نجار لو لفترة قصيرة. هلا اللي ما عنده حد أدنى، نجاوب على سؤال سارة، اللي ما عنده حد أدنى في النجارة أو في التعامل مع هالآلات، بيكون موجود فانسون مدير المنجرة بيقدر يساعده. هلا بتعرفوا الفرنسيين في عندهم اثنين هوبز أو كتير شغلتين كتير بحبوهم. أول شيء الجارديناج والبريكولاج. الجارديناج اللي هو الاهتمام بالحدائق والزهور، والشغلة الثانية الصيانة البريكولاج. فكثير بحبوا إنه يعملوا شيء بإيدهم،
فعشان أيوة. هيك كثير شفنا كثير اقبال على هاي المنجره. بس لانه انا اخذت وتذكر كورس نجاره وحداده في الجامعه، فبالحداده تبدا بمسمار والنجاره يمكن تبدا بشيء جدا بسيط، فهم شو بينصحوا يعني؟ مستحيل انك تجيب مثلا على فلاش ميموري شيء معقد وتبدا فيه، يعني تبدا بطاوله افضل ولا كرسي ولا؟ نعم، انا بكل بساطه حاولت اخوضها بتجربه، طبعا اخذت معي وقت كثير لانه اول مره بمسك بشتغل بنجاره، فطلع معي هالسياره الصغيره اللي عملتها. هي شكل بسيط بس اخذت معي تقريبا سبع ساعات. خليك ماسك السياره، هي عباره عن اكثر من سبع ساعات يعني، فانه هي عباره عن قطع خشبيه مش اكثر، وعملوا كانه شكل هاي ديكور تنحط ما اطول بالك. حاولت كمان جبت خشبه، عملت قطعه سيرف صغيره، لوحه سيرف صغيره اجمالا برضه للديكور، وكل هدول اثنين اخذوا معي سبع ساعات. ليس بصراحة، نرجع لقصة مسمار ماهرة، بصراحة 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 يعني كم في المية مجهودك أنت وكم في المية مساعدة كانت منهم في السبع ساعات هذه؟ بصراحة 90% منهم و10% هاي توقعات كانت راغدة بالفعل، هيك بتقول يا دوب أنت 10%. بس على فكرة القطعة الصغيرة يعني السيارة أصعب من السكيبود، يعني كل ما كانت القطعة أكبر كل ما كانت أسهل. هاي السيارة تحتاج يعني دقة وحرفية يعني، وبعدين خاصة لما يعني في قصة هي عبارة عن مكعبات ماهرة، فإنه كان إنه أنا اللي قدرت أساعده، إنه لما شفته كيف بيقطع المكعبات حبيت إنك ذكرت أنت بتساعده يعني، ساعدته بالنظر إنه طلعت كيف كيف بيعمل، عجبتني. وبعدين حاولت عند تجميع القطع أنا هذا اللي عملته. ممتاز صراحة، أنت يعني في هذا الشيء يعني كنت ممتاز، لأنه ريحتني نفسياً، ظنيت إنك تغيرت وصرت تسوي أشياء غريبة من هذه النوعية. طب ليث، قد إيش الكلفة؟ يعني أنا رايحة مثلاً أسوي كرسي، قد إيش حستأجر المحل؟ كم حدفع؟ نعم، مثل ما شفنا بالتقرير نقدر نستأجر المحل كساعة أو لإشتراك سنوي، بالساعة بتكون أغلى طبعاً. عادة يعني بدك تحس بتقريباً بين 50 ل70 يورو للاستئجار لمدة ساعة، أو الإشتراك السنوي 500 يورو which is nothing، مش كتير، لأنه بتكون أي لحظة ممكن تصممي قطعة فريدة موجودة أنت حابة تعمليها موجودة في مخيلتك، وتكون هاي القطعة بس إلك، فهذا كثير رائع. طيب ممكن نحكي عن موضوع الامان؟ طبعا في هلا شغله ثانيه، انه الخشب ممكن الواحد الشخص يجيب معه الخشب او يقدر يشتري خشب راسا من المنجره، مش بس انه يحضره معه على في المشغل، بيقدر يجيبه معه. هلا بالنسبه للامان، هو دائما احنا بنقول الشخص بيشتغل بايده اكيد، بس دائما مدير المنجره بيكون مشرف، لانه في اداه مثل ما شفنا في ادوات حاده ومش سهل التعامل معها. هلا الماكينه اللي بتقص الخشب هي عليها سيكيورتي اكيد، بس برضه تحت اشراف، يعني خلوك تستخدمها المشغل. يعني خلوك تمسك المنشار الكهربائي؟ خلوني استخدمها، طبعا استخدمتها اكيد، بس برضه كان فانسون يعني فتح عيونه اكثر، لانه حس انه مش ماليش علاقه بالموضوع، مش متعود اكون اشتغل بنجاره، بس يعني ساعدني كثير وكان دائما موجود. طب ليث، يعني الفكره هذه مثلا محل واحد اللي هو كده، ولا متوفر في اكثر من محل كمان، محل نجاره زي كده اللي هو اعتمد على نفسه كمان؟ نعم، هي هذا المحل الوحيد حاليا ساره في باريس، بس هي الفكره طبعا احنا شفنا منها قبل هالمره، انا شفتها بفنلندا بهلسنكي موجوده، بس اكثر من محل، اكثر من منجره عفوا، فهلا بحاولوا انه يطوروها تكون اكثر من منطقه، مش مركزه في منطقه معينه، بل اكثر من منطقه في باريس، وبجوز تنتقل بعدين للمناطق الثانيه في فرنسا. جميل، نتمنى لك كل التوفيق، ويعني اكيد تزين بيتك ب يعني اعمال يدك، ودائما ننتظر كل جديد. السياره الحلوه الله ان شاء الله يرزقك الاكبر منها، اللي هي يعني كمان انت تركبها. ليث عنده سياره جدا لذيذه ومناسبه لباريس، يعني صغيره. ايوه يعني تغزلت له فيها شويه عنده. ابعثوا لنا اياها، بنعمل منها شكل خشبي. حاضرين. او صورتها. شكرا يا ليث، واكيد نحن دائما بانتظار كل جديدك. زميلنا العزيز ليث بزاري من باريس.